السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جئنا لكم بموضوع جديد. شو بيك وش هذا؟ ما تبدلناش. اليوم جئناكم بموضوع وهو الدراسة في الجزائر. نهضر بالعربية دخلت المسد. بونس بكريم كان عندهم والو. ندوزة نكراطة بنحوايجني والو. مي كانوا يحبوا القراية. صغني وفحات دموت وما نحمل شد إلا سقسي وسئل غرب وصحرا وسيد تسلا. صغني صباح الخير يا وليدي. صباح الخير شاه. اقرا لي ما شاه. نقراو. مي دوكا انا نشوف الكونترال بس دوكا كاين تكنولوجي وكاين عفايس كاين دوز كاين كلش بصح ما يقراوش. واش انت رسالة لا والو؟ شخصي لا واش داخل الكوريا من بالك وقع ما جاي نقرا انا هاي. قالوا السلام ديجا حنسمع غنى. بون دخلت المسجد لقاو البنات كي تلاقاو هكا. او جي جي مون امور وحشتك مون امور انا كي وحشتك صافا بزاف مون امور. والولاد هكا جبدوا ورقه وكتبوا معايا شاب صح انا ما يجرب هذا اكتب غير فمك اسم باباك زيد اسم يماك الخدمه تاع باباك الخدمه تاع يماك هكتو زيد شوف سي بون شحال ديما في الدار 80 ثلاثه اسم اختك اسم اختي بصح اختي واش دخلها شاخ شنو غير فمك اكتب وقت تقول فمك واسمك تخلقش ما تقلقش اسمح لي كمل اكتب كمل شحال عندك من وحده تحكي لها راح يحب يخطبوها يا شيخ قراتها اكتب غلق فمك اكتب نصف الحاجه الدوسيه اللي تخلقني انايا هي لي بروف كيبداو يدوموندي بلي زيلاف لا ليست تاع لي زافير قلت لهم يدوموندي واحد العفايس ما تحقهمش كاع لاني كاع ما تحقهمش ولا هكذا. بون دوك كملنا الورقه تاع مقبل تاع اسم باباك اسم يماك هذاك ونكتبو واش نكتبو دوك الادوات نكتبو ما تكثرش الهضره. بون خويا باش نكتبو نبدا. بون انا ماشي كيما شي واحد اخر انا ما نمدكمش بزاف في الهواء سي لي مونتا شيخ هاي نمدكم شويه ماشي كيما اخر نمدو بزاف نمدو كذا ليزام باش تقدروا تهدوا ما تعياوش بسم الله غير ليزام. بون باش تكتب بدا يلاه مي تكون راس تاع 96 عشان يكون راس تاع راسم 75 كرة تاع 288 50 قلم 75 بالة تاع الوان 46 منحو و 730 واسمو هذاك كلاسير ملاحقين ملاحق شاف بيان هكذا ماشي حاجة شاف سمح لي هذا ما حلف فينا جيت فيكم سنين هادوما لا لا ما هذيك هي لا هذيك سنين حطيتو زيتو 200 كراس زيتو 80 زيتو 80 80 مدور 80 مدور اه حاش بيا اللي ما شريتش ما كتبتش معايا الهضره اش ما شريت ولي زيلا فينا الدخله وكثرت لي كونهم ديكوتين وكارين مساكن كاين يوم واحد النومه يوم واحده سليمة
وكين دخلوا لقاو لي زيلاف يتقسموا لدروا كاتيجوري لا بريمير كاتيجوري القريم باينه لا دوزيام كاتيجوري لي مويان سون توستين لا تروزيام كاتيجوري هذوك المبلوكين حابسين كاع لا بريمير كاتيجوري وليدة الأمير عبد القادر صباح الخير شيخ وليدي صباح وليدي لاباس صباح شيخ لاباس لاباك راه جاكم تجي نقراكم شي توما ما نجيش غير نقرا انا لاباس شيخ ما نحب نقراكم منين جينا نحب نقرا عندك اه اليوم الاول راك تقرا وخا الحمار هذاك مقعدين لي برا هنا ما معليش صح وليدي صح ان شاء الله تمنظر هذا العام ان شاء الله ان شاء الله شيخ ما عندي دوزيام كاتيجوري واش شاه ديتنا بالتليفون واش راك شاه زعما شلون صافا صافا زعما ما بداش الشيخ انا يبداش عندي ياك ما بداش لازم تحط راسك تحط راسك انا له لا شاه تحب تقرا تقرا انا موي عندي صاني تقرا لازم تقرا لازم تحط راسك اوه له لا شاه عندك امكانيات ان شاء الله شاه ان شاء الله ما تبقاش لك لي فوالي هو بصح نجي نروح معاك صح ما شاه بسلامة ان شاء الله شاه لا تروازيام كاتيجوري القاعدة هذه عباك تعيفوا على بالك ولا غير تعيف ما تشغل يا الاخو اللي من الاول تاعي اسمع عباك ما تشغل انا خلويت روح دير خطاك خطا ولا امشي امشي برا 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 تاع تشرب برا امشي روح جي برا روح معاه برا عباك باش نقرا لك شوف خليك برا 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 امشي امشي صافي يا شيطان يا بون السلام عليكم خواتي جيسبر عجبتكم الفيديو اللي شفتوها دوكا درنا جيس باش نضحكوا شويه نبدلوا شويه و نحب نقول لكم شراكات نجحوا في قرايتكم سواء اللي حجي بالباك ان شاء سواء لا فلافا كاع نجحوا ان شاء الله بون يا القاري اذا عجبك الفيديو بارطاجيها واذا كنت انت شويه مويان كيما انايا 10 11 هذاك المهم طلع تقدر تاني تبارطاجي واذا كنت حابس مبلوكي بارطاجي معليش نورمال تقدر المهم بصحه سلام عليكم ما فيش داتا بقى ها بيتش هلا اسم اختي لا شيء بصراحة وش دخل اختي يا شيخ كتبوس فمك لاش طاقة